حضرات ما احكيلكوش، وفي هنا شويه هوا فعلا عايزين حضراتكم، يعني اللي من حضراتكم ما اسعدوش الحظ لغايه النهارده ان هو يجي ويحضر معانا في مهرجان العالم عالمين، يشوف له صرفه باي طريقه وياخد بعضه وهو واهل بيته ويجوا يقعدوا يومين، هيكونوا يومين من امتع ما يكون. مساء الخير والجمال والسعاده على حضراتكم مشاهدي اون في كل مكان في العالم، برحب بيكم في بدايه يوم جديد وتغطيه جديده لاخر اخبار ونشاطات وفعاليات ومستجدات المهرجان الاكبر على مستوى الشرق الاوسط، مهرجان العالم عالمين. كالعاده بنكون مع حضراتكم انا والجميلات هادي كرم وانجي يحيى كل يوم من السبت للثلاث عشان نعرف حضراتكم اول باول ايه الجديد في مهرجان العالمين. والحقيقه نقدر نقول ان النسخه الثانيه من المهرجان مميزه ومتطوره وحافله بالعروض الفنيه والثقافيه والرياضيه والترفيهيه اللي فعلا بتتناسب مع مختلف الاعمار والاذواق والاهتمامات لكل الزوار. فعاليات قدرت انها تجذب زوار من مختلف الجنسيات، وفعلا ودي حاجه نقدر يعني نستشفها بمنتهى السهوله، الكل فرحان وسعيد ومنطلق. طبعا بالليل ما اقولكوش الجو والمود العام هنا عامل ازاي، الاضواء الليليه الخاصه بالابراج وبالممشى السياحي حاجه تحفه تحفه تحفه، مولات تجاريه موجود، مطاعم تلاقي، كافيهات، سينمات، كل حاجه ممكن حضراتكم تتخيلوها. بالنهار بقى حدث ولا حرج، شواطئ خلابه وملاعب وانشطه رياضيه ومائيه وشاطئيه كلها فعلا اجمل من بعض. الحقيقه مهرجان مختلف ومميز بياتي في اطار استراتيجيه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي اهتمت جدا بانها تطلق مجموعه كبيره من المبادرات الوطنيه عشان تسلط الضوء على التنميه العمرانيه اللي بتشهدها منطقه الساحل الشمالي الغربي كله، وطبعا على راسها مدينه العالمين الجديده، والترويج للسياحه في المدينه ذات الشواطئ الخلابه والجو المعتدل معظم شهور السنه، وكمان الترويج لفكره الفرص الاستثماريه الرائعه الموجوده هنا في المنطقه، ونقطه كمان لا تقل اهميه بأي حال من الأحوال، التأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة لتنمية وتطوير كل الوجهات السياحية المختلفة ومنها طبعا مدينة العالمين الجديدة. الحقيقه كل يوم والتاني في نشاطات كتير، وبالذات الانشطه الرياضيه لازم نقف عندها شويه، يعني انشطه رياضيه متنوعه وعلى اختلاف انواعها نقدر نقول ان هي شكلت واحده من ابرز الفعاليات اللي بيهتم بيها مهرجان العالمين. شفنا مع حضراتكم الاسبوع اللي فات واحده من امتع الفعاليات الرياضيه على الاطلاق، مباراه كره قدم اسطوريه لان كان بتضم لعيبه اسطوريين، يعني هم كمان كلهم اساطير، نجوم سابقين يعني وكباتن كبار من النادي الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي، غير طبعا كباتن كبار من أندية مصرية مختلفة. تعالوا بقى نعرف يعني برضو شوية جوانب كده كلنا خدنا بالنا منها الحقيقة متعلقة بالنسخة الثانية من المهرجان. النسخة الأولى كانت ولا أجمل ولا أروع، تخيلنا أن ده البيك، لا لقينا أن النسخة الثانية أجمل وأروع بكتير، في إشادات واسعة بالعروض المسرحية تحديدا في مهرجان العالمين. الحقيقة يعني بعيدا بقى أو إلى جانب الأنشطة الرياضية لفت نظرنا كلنا العروض المسرحية اللي بيقدمها مهرجان العالمين لكل الجمهور الموجود، حاجة راقية جدا تليق بالجمهور المصري والعربي. شفنا تنوع في العروض وطبعا كل اللي تابعها يعني أشاد بيها وبنجومها. تعالوا نعرف انطباع الفنانين نفسهم عن العروض الفنية والمسرحية اللي بيقدمها مهرجان العالمين. ومعانا على تليفون الفنان والنجم الجميل إيهاب فهمي. يا أستاذنا مساء الفل عليك وأهلا بيك، كل سنة وانت طيب. اهلا بيك يا كريم، وانت طيب ودايما منور والعالمين منوره ومصر كلها منوره. ربنا يخليك ربنا يخليك. قول لنا بقى، وانا هنا مش بسالك بقى لك فنان ونجم كبير ولا كعضو نقابه المهن السينمائيه، انا بكلمك كمشاهد عادي، رايك ايه ورؤيتك ايه للنشاطات والفعاليات الفنيه تحديدا الموجوده في النسخه الثانيه من العالم عالمين؟ والله بص انا عايز اقول لك حاجه كريم، العالمين حكايه، العالمين مش مجرد مكان، العالمين كلنا كنا بنعدي على المكان ده من اكتر من 8 9 سنين ما كانش ليه وجود على الارض. صحيح. النهارده انت لقيت ارض مدينه يمين وشمال ومتاحف وجامعات وحركه كبيره وحركه ناس ومهرجانات وفعاليات مهرجانات قويه جدا جدا، وما اعتقدش ان في فعاليات مهرجان بتستمر على مستوى الايام دي وان كنت لست مبالغا يعني الا في مصر بهذا الجمال وبهذه الفعاليات القويه جدا. بنتفرج على مسرح، بنتفرج على رياضة، بنتفرج على مسابقات، بنتفرج على حياة كبيرة جدا، بجانب ان انا بتفرج على مدينة كاملة. يعني ان نشأ نقول هذه الكلمة، يعني العالمين خلقت كيان مدينة ساحلية، عاصمة ساحلية جديدة لمصر. احنا بنتكلم في حاجة كبيرة جدا. انا يمكن عشان انا كنت في الفترة اللي فاتت في المهرجان الدراما اثناء العالمين، بشوف المجهود المبذول من كل الجهات، من كل الناس اللي بتشتغل، من جمال الناس، من فرحة الناس وهي بتبقى موجودة جوه الفعاليات، الجمهور اللي هو أساس كل الأشياء،
بيبقى فرحان بالمسرح، فرحان بفعاليات الرياضة، فرحان بالتواجد في المكان ليلا ونهارا. الحقيقة حاجة عظيمة جدا جدا جدا. على ذكر المسرح استاذ ايهاب، يعني من ضمن المستجدات الجميله اللي يعني اللي كلنا سعدنا بوجودها في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديده، فكره العروض المسرحيه المبهره بكل ما فيها من نجوم ونجمات واستعراضات وموسيقى الى اخره. يعني برضو فكره ان مهرجان زي العالم عالمين يقدم لرواده ولزواره عروض مسرحيه، دي نقطه مهمه جدا. حضرتك شخصيا شفتها ازاي؟ شايفها انها حاجه عظيمه جدا، شايفها انها تجميعه كبيره جدا من نجوم مصر الكبار جدا اللي احنا بنسعد بيهم. انا بكلم كمتفرج ولست كزميل مهنه يعني. يعني انا فعلا انا مشتاق اتفرج على العروض دي كمتفرج عادي جدا، من قوتها، من امكانياتها، من ان انا بنقل المسرح برضو، ان انا انقل المسرح في منطقه العالمين دي خطوه كبيره جدا 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 جدا. المسرحيين يحسوها قوي، انك بتفتح رئه جديده، بتفتح مجال جديد، وان انا ابدا بنجومي، يعني انا ابدا بالميجا ستار المصريين اللي هم نجوم الامه العربيه، ان احنا اتفرج على مسرحهم، اتفرج على رواياتهم بهذه الكم الكبير من المسرحيه، تقنيات مسرحيه عاليه جدا. فانا برضو بتفرج على عروض كجمهور، احنا هنتفرج على عروض مهمه بابطال مهمين يمكن ما شفناهمش في المسرح من سنين طويله جدا يعني. فاعتقد ان احنا امام نقله فنيه موجودة ومناسبة لهذا الحدث اللي هو مهرجان العالمين، وان انا اشوف الحكاية بشكل جديد، يعني ككمية العروض اللي هتتوالى بكل الفئات، اطفال وكوميدية واستعراضية وكل العروض اللي هتبقى موجودة وشغالة، حاجة عظيمة جدا جدا يعني. مهرجان بحجم ونوعية وكيفية مهرجان العالم عالمين، الى اي درجة بيكون يعني بيساعد على الابداع بالنسبة للفنانين؟ يعني لما يشاركوا في عرض مسرحي في مكان زي ده بتفرق، يعني هل لوكيشن العرض بيفرق عند العارضين؟ طبعا طبعا. انا هقول لك على حاجة كبيرة جدا انت قلتها يمكن في بداية الحلقة، قلت الجو جميل جمال. الجو جميل جمال، يعني انت احساس المكان بيك بوجودك وسط الناس، وسط بحر، في وسط الاحساس ده كله، لا طبعا بيبقى بيئة خصبة جدا لابداع الفنان. يعني انت دايما حتى تلاقي عندنا ابهار شديد جدا في فنانين اسكندريه، انا مش اسكندراني على فكره، بس انا بقول يعني ان البحر بيعمل حاله من الفن عظيمه جدا. فاحنا امام حاله من الابداع. برضو خلي بالك دايما الفنان لما بيجرب في مكان جديد انه هيعرض مسرح في العالمين، وده لاول مره يمكن المطربين والساده المطربين كلهم يمكن عاشوا لحظه مقابلات الجمهور من على خشبه العالمين، يمكن الفنان لاول مره هيبقى موجود في الحكايه دي، اعتقد انها طبعا هتدي نوع من الثراء الفني، نوع من الاحساس الفنان بشكل جديد، باحساس جديد. لكن طبعا البحر والمكان نفسه بيساعد على ان الانسان يبدع في حاله خاصه جدا. احنا بنكلمك وانت في القاهره ليه يا استاذ ايهاب؟ انت ليه مش هنا؟ وفين شورتاتك والله وتيشيرتاتك والله وحاجاتك؟ جاي ظروف التصوير لازم، بس انا جاي جاي طبعا، وده شرف لينا ووجودنا. انا زي ما بقول لك والله يا كريم، انا كل ما اعدي على المكان ده انا برتبط معايا ارتباط عاطفي جدا، ان انا كنت بعدي المكان بلاقي المكان ده صحراء صحراء صحراء، كنت دايما اقول المكان ده ليه سايبينه كده، فجاه الاقي مدينه يمين وشمال بشكل رهيب. واعتقد انك لو رحت لما بتيجي في الشتاء، يعني مع خلص الصيف ان شاء الله وتروح الشتاء، بتلاقي العالمين طلع فيها حته جديده، مكان جديد، ناس جديده، حاجه الحقيقه عظيمه وبتجري. وانا سعيد بمجهود الاعلام لتسليط الضوء على كل بقعه في ارض مصر جميله ومنوره، لان ده دورنا كلنا. فيا رب النجاح لمهرجان العالمين، ويا رب النجاح لكل حته في ارض مصر. كل الشكر للفنان الكبير ايهاب فهمي اللي كان منورنا على التليفون، وان شاء الله نسعد بمقابلته بقى لما يجي ان شاء الله ينور العالم عالمين. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الاطفال اللي المهرجان لم يهملهم باي حال من الاحوال، تخصص لهم مهرجان مستقل داخل اطار العالم عالمين، مهرجان نبته. طبعا فعاليه مبهره جدا للاطفال وحاضنه للابداع في مهرجان العالمين. فكره الاهتمام بالنشء دي حاجه في منتهى الاهميه، اطفالنا هم مستقبل بلدنا ونقدر نقول ان هم رصيدنا لبكره، والاستثمار فيهم وفي بناء قدراتهم وتنميه شخصياتهم هو الاستثمار الاهم في اي وطن من الاوطان. ده اللي انتبهت ليه الشركه المتحده، فنلاقيها خصصت فعاليه مستقله ضمن مهرجان العالمين للاطفال، مهرجان نبته. نبتة هو اسم مهرجان الأطفال اللي بيقدم فعاليات مبهرة
بتضم حاجات كتير قوي، من ضمنها ورشه الحكي اللي هتنطلق ان شاء الله يوم 16 اغسطس، وبتوفر للاطفال امكانيه عرض مواهبهم امام النجوم المشاركين، وطبعا هم الفنان والنجم الجميل احمد امين رئيس المهرجان، سوسن بدر نجمتنا الكبيره، الكاتب عبد الرحمن جويش، وايضا الفنان حاتم صلاح. ده غير ورشه الستوب موشن اللي هتعمل يعني او اللي هتتعمل للاولاد، ويقدروا من خلالها يحولوا شخصياتهم المفضله لرسوم متحركه مع المخرج حازم جوده، يعني حاجه مهمه جدا جدا. تعالوا بالمناسبه نشوف مع بعض البرومو الخاص بمهرجان نبته ونرجع نكمل الكلام. مهرجان نبتة بيقدم لكم وقت الحكاية يوم 16 أغسطس. هنتعلم إزاي نكتب القصة اللي في خيالنا مع النجم أحمد أمين وعبد الرحمن جويش، وبعدها هنعرف إزاي نمثل ونعبر من غير كلام مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، وأخيرا هنكتشف طريقة الارتجال في التمثيل مع الفنان حاتم صلاح. تجربة مختلفة ومفيدة ما تتفوتش من مهرجان نبتة للأطفال. حاجة محترمة جدا الحقيقة، يعني كان ممكن نشوف مثلا في أي مهرجان من المهرجانات اهتمام إلى حد ما بالأطفال، لكن في العالم عالمين الاهتمام كبير جدا جدا، مش مجرد مثلا يعني مراجيح وزحاليق للأطفال، لا ده فيه اهتمام بتنمية شخصياتهم وتنمية قدراتهم وموهبتهم. حاجة محترمة جدا جدا الحقيقة، وإن شاء الله هيبقى لها انعكاسات طيبة جدا على الأطفال وعلى أهالي الأطفال اللي بطبيعة الحال هيسعدوا بوجود فعالية محترمة مفيدة لأولادهم زي اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم عنها. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام.
يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه زي ما احنا متابعين معاكم طبعا، مهرجان العالمين بيشهد زخم كبير جدا في الفعاليات وفي الانشطه، وده ليه؟ لانه باختصار شديد هو المهرجان الترفيهي الاكبر في الشرق الاوسط. زي ما شفنا مهرجان العالمين بيواصل نجاحه وتالقه الكبير هذا العام بكتير قوي من الفعاليات وباجواء مبهره بتحصل على ارض الواقع، اجواء قدرت انها تجذب اهتمام الزوار من جميع انحاء البلاد. ويمكن من ابرز هذه الانشطه الفعاليات والعروض الفنيه اللي بتقدمها وزاره الثقافه طبعا تحت رعايه الشركه المتحده. خلونا نتكلم اكتر عن هذه الفعاليات مع ضيفي العزيز اللي منورني، الاستاذ احمد درويش، رئيس اقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بوزارة الثقافة. يا مساء الخيرات يا استاذ. اهلا بيك استاذ كريم، منور الدنيا. اهلا بيك يا فندم. كل سنه حضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. عامل ايه في العالم العالمي؟ طبعا طبعا. احكي لنا عن يومياتك. جميل. اولا انا سعيد بالبرومو الجميل اللي في المقدمه، طبعا دي جزء من الانشطه اللي احنا قدمناها الفتره اللي فاتت. صحيح. ومستمرين ان شاء الله. العالمين بجوها الجميل والرمل البيضة والمية الصافية، وبيكم وبجمهور وبأهل مصر كلها يعني سعادة غامرة لينا وفخر لينا ان احنا نشارك في مهرجان العالم عالمين للعام الثاني على التوالي. الحمد لله احنا كنا متواجدين من يوم 14 يوليو ومتواجدين لغاية يوم 21/8 في برنامج فني حرصت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة ان هي تجيب زخم من التراث الفني من كافة محافظات الجمهورية. جميل. احنا كنا الحمد لله في اول اسبوع معانا فرقة ملوي وفرقة التنورة زي ما كان باين على الشاشة، معها فرقة من الفرق الاسكندرية طبعا، لان اسكندرية طبعا وفرقة الانفوشي حاضرة معانا. الانفوشي للفنون الشعبية والحرية للفنون الشعبية بالاسكندرية، وفرقة الايقاعات الشرقية، وفرقة مطروح للفنون الشعبية من الفرق الثابتة طول فترة الست اسابيع. هو استاذ كريم احنا عندنا ست اسابيع ب 24 ليلة عرض، اقل ليلة عرض بيبقى فيها ثلاث فرق، فرقة ثابتة من السيرك القومي بتعرض للرواد وللاطفال خاصة فقرات الكبار بيستمتعوا اكتر من الاطفال يا فندم. الله ينور حضرتك. الله ينور حضرتك. زائد الفرق الفقرتين الاساسيتين الكبار اللي هو فرقة بنستقدمها من محافظة من محافظات جمهوريتنا الجميلة، كان في فرقة ملوي في الاسبوع الاول مع فرقة التنورة التراثية، وتاني اسبوع كانت فرقة اسيوط للفنون الشعبية مع فرقة الشرقية للفنون الشعبية. جبنا اللون الصعيدي وجبنا اللون الفلاحي من الشرقية وجبنا التنورة التراثية وجبنا فرقة ملوي صعيدي برضو. ان شاء الله الاسبوع الحالي من بكرة بإذن الله موجود معانا فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ومعها فرقة الأقصر للفنون الشعبية. الله الله. الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله في الإسماعيلية للفنون الشعبية، معها أسوان طبعا أهل النوبة الجمال يعني وفنهم الجميل، وهكذا بتتابع الغردقة والوادي الجديد العريش. يعني حرصنا على ان احنا نجيب كل اللون او التراث الفلكلوري من كافة انحاء الجمهورية. الفلكلور الشعبي المصري الحقيقة بيلاقي يعني الاستحسان، وكل الناس بتستقبله واستقبال الفاتحين لما الفرق دي بتشارك في عروض خارجية خارج مصر. اكيد حضرتك بتلمس الحكاية دي بنفسك. طبعا يا فندم احنا في مصر الحمد لله اللون التراثي بتاعنا لكل محافظة ليه طابع وتاريخ عظيم، يعني احنا بنمتاز بيه عن كافة الدول ان احنا لنا تاريخ ولنا موروث ثقافي. صحيح. الفن اللي بنقدمه مش بيعبر بس عن حركة وعن موسيقى، لا، عن عادات وعن تقاليد. صحيح. عندنا الفرح الفلاحي وبيعكس هوية الدولة المصرية بتاريخ. بالضبط كده يا فندم. صحيح. سواء في الجنوب او في الشمال او في السيناوي البدوي اللي في مطروح او في سيناء، كلهم بيعبروا عن موروثات وعادات وتقاليد عندنا، بل ان بعض الرقصات كمان بتحكي بعض الأحداث التاريخية. صحيح. التاريخية لينا. صحيح. احنا الأسبوع اللي فات الحمد لله كمان كان عندنا إضافة إلى الزخم الفني اللي احنا عاملينه، كان عندنا 55 عضو من فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية على المسرح الروماني. الله. حضر الحفل طبعا شرفنا الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعاه الأستاذ عمرو الفقي المدير التنفيذي للمتحدة، وبهذه
المناسبة أنا أشكر جميع الوزارات المشاركة طبعا، وطبعا أشكر الشركة المتحدة على الدعم اللي بتقدمه لتوفير الخدمات الفنية والثقافية في هذه الفترة، بالإضافة طبعا للشاطئ المجاني الجميل اللي بيمتد ل 14 كيلو على الساحل الشمالي داخل مدينة العالمين. أستاذ كريم، يعني أنا زمان كلنا كنا احنا مسافرين من اسكندرية المطروح كنا نقول احنا هنعدي على العالمين، يبقى هنعدي على المقابر، يبقى هنعدي على المكان اللي بيجي فيه الايطاليين والالمان عشان خاطر يزوروا اجدادهم. صحيح. او يعني كده حضرتك شايف بنفسك يعني، او صحيح. الكاميرا وطبعا الشكر طبعا موصول للاعلام علشان التغطية الاعلامية اللي بتحصل سواء العام الماضي والعام الحالي بكثافة كمان عشان خاطر نلقي الضوء على بقعة جميلة من بقاع مصر. انا بعتبره ان هو مشروع من المشروعات القومية اللي يجب ان الجميع يلتفوا حوله. يعني اللي حصل في منطقة العالمين الجديدة ده يعتبر معجزة بكل المقاييس طبعا، ان المدينة تتحول من مكان يعني مهجور طول السنة ومنطقة ألغام لصرح سياحي عالمي بكل ما تحمله كلمة عالمي من معنى. طبعا فدي طبعا الحقيقة يعني طفرة غير مسبوقة فعلا. زي حضرتك ما قلت، هو ال 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 الرموز اللي كانت بترمز لها العالمين زمان زي حضرتك ما قلت كده الالغام والمقابر بتاعه ضحايا الحرب العالميه الثانيه من الالمان والايطاليين. دي الفكره اللي كانوا بياخدها الناس وهم معديين. الطريق نفسه هم معديين كمان كان شكله ايه وبقى شكله ايه دلوقتي. طبعًا. المحاور الحاجات دي كلها احنا دورنا بقى ان احنا يعني الفرق اللي بتيجي هنا بنوريهم اعضاء الفرقه نفسهم، هم لهم اصدقاء ولهم اهل، وبينشروا صورهم وبينشروا فيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبنعرفهم وبيشوفهم. دعوه كمان الشركه المتحده ودعوه الوزارات والدوله للناس للشاطئ المجاني اللي موجود، وزياره اليوم الواحد، توفير الباصات من الاسكندريه ومن القاهره للعالمين، ده شيء جميل جدا ان يعني يوجه لهم الشكر. واحب ان انا يعني اقول ان احنا نفسنا في مزيد من الخدمات اللي تخلي فعلا الناس قريبين لهذه البقعة الجميلة من ارض مصر. والحقيقة كل الوزارات المعنية عاملة شغل اكتر من رائع طبعا في المهرجان بشكل عام وفي نسخته التانية بصفة خاصة طبعا. بس حضرتك في وسط زخم الفعاليات دي كلها لحقت تلبس شورت وتضرب غطس في البحر الجميل ده ولا تلاقيك مش ملاحق يا عيني؟ لا والله، هو على فكرة هو مجرد وجود الانسان في مكان جميل زي ده يعني في حد ذاته تغيير جو ومناخ استمتاع بالمنظر الجميل صحيح. اللي ورا حضرتك واللي موجود احنا بنلاقي بقعة فعلا على ارض مصر يعني فيها المواصفات العالمية لكل شيء، يعني تصلح فعلا ان يكون يعني محفل سياحي وثقافي. فضلا عن ان العالمين اصلا الحمد لله ان هو من سنة 2021 افتتحوا جامعة العالمين الدولية، وفي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري كمان موجودة هنا. يعني على مدار السنة حضرتك هتشوف ان في زيارات وتردد عليها ومدارس يا فندم ومستشفيات وبنوك وفنادق وكل حاجه طبعا. صراحه احنا بنتكلم على بلد يعني اتحولت 180 درجه. مبروك على مصر وعلينا هذا المكان الجميل صحيح. والله بس نرجع تاني بقى لدور وزاره الثقافه طبعا. الحقيقه في اثراء النسخه الثانيه من المهرجان الحقيقه دور يعني واضح جدا للكل، مفيش مساحه لاخفاله باي حال من الاحوال، وكمان ردود الافعال تجاه هذه المشاركات كانت كبيره جدا وعظيمه من الحضور من الزوار. شفت ايه بقى حضرتك اثناء العروض الحيه دي والناس قاعده بتتابعها يعني كل يوم من الايام؟ كلامك جميل يا استاذ كريم. الجمله بتاعه ردود الافعال ردود الافعال هي دي لما لو محامي او دكتور او اي حد في تخصص او اعلامي زي حضرتك نجاحه سر نجاحه في التفاعل بتاع الجمهور والاقبال طبعًا في التعليقات طبعًا. احنا انا ببقى سعيد جدا انه موجود والساحر بيعمل الفقره مع الرواد بتوع المدينه ببقى سعيد جدا. وفرقه الايقاعات الشرقيه انا عندي هنا فرقه ايقاعات جميله جدا مكونه من مجموعه من شباب الجامعات والاطفال وكانوا قريب في رحله في فنزويلا ولسه راجعين منها وهم يعني بيأدوا الفقرات بتاعتهم على الممشى في هنا قريب مننا. تفاعل الجمهور معاهم بالحركة وبالصوت وبالسقفة تصويرهم إعجابهم تعليقاتهم هو ده المكسب الحقيقي اللي تكسبه وزارة الثقافة في إن هي فعلا يكون في ثمرة للعمل اللي بتقدمه في مدينة العالمين الجديدة. صحيح. العروض المسرحية بقى لازم يتوقف عندها شوية لأن هي من ضمن المستجدات الرائعة اللي أسعدت الكل في
نسخه ثانيه من المهرجان، وفكره العروض الحيه على ذكر ردود الافعال اللحظيه اللي بيستمتع بيها الفنانين، اكيد بيستمتع بيها كمان الفنانين اللي واقفين على خشبه مسرح مفتوح في اماكن رائعه زي اللي موجوده هنا في العالمين. اضافه العروض المسرحيه كان ليها انعكاسات واصله لفين؟ وحضرتك عارف طبعا ان العروض المسرحيه بتحتاج لمسرح يكون مقفول طبعا، وتجهيزات و في غرف تبديل الملابس للممثلين طبعًا. الاضاءه، الصوت، الديكورات فهم حاليا احنا يعني بندرس مع الشركه المتحده العروض اللي بتناسب هذا الجو. كان في برنامج اعد، ويعني هو يعني لم يتم الاعلان عن الموعد الفعلي ان شاء الله لاقامه العروض، لكن انا اسمع ان في جهات وقطاعات اخرى غير قطاع هيئه اصول الثقافه خلاص اتحدد لها عروض مسرحيه معينه. اما بالنسبه للعروض المسرحيه اللي خاصه بالهيئه العامه لاصول الثقافه فهي لسه في طور الاتفاق على اساس موضوع التجهيزات، بس يتم الاتفاق عليه يعني الى جانب بس موجود ان شاء الله يعني يعني انا شايف في يعني شباب الرياضه عاملين ملاعب خماسيه، احنا على الممشى بنأدي كل فنون التراث، الفن الشعبي والغناء الشعبي والايقاعات والموسيقى العربيه. على المسرح الروماني قدمنا حفله موسيقى عربيه رائعه حضرها تقريبا يعني من مختلف جامعات مصر الشباب في سهره جميله جدا يوم الاربعاء الماضي. يتبقى لنا ان شاء الله موضوع المسرح ده، وده ان شاء الله يعني هيكون في خلال الاسبوع القادم باذن الله والاسبوع اللي بعده باذن الله الاتفاق عليه في مواعيد ثابته باذن الله. هو الحقيقه يعني ثقافيا الموضوع لم يقتصر بس على العروض المسرحيه وعلى الحفلات الغنائيه، في كمان معارض للحرف التراثيه، ودي نقطه مهمه جدا. احنا كمان بنفكر ان احنا نزود كمان ببعض الورش للطفل وللشباب في النواحي الادبيه وفي الرسم كمان. لما لقينا إقبال من الأطفال ومن الشباب على الأنشطة اللي احنا بنقدمها إن شاء الله بنعد برنامج إن احنا نجيب بعض من الفنانين التشكيليين وأدواتهم للمشاركة في المهرجان. بس هو يا أستاذ كريم الحاجة البارزة هنا اللي بتجذب الجمهور فعلا هي الصورة الكرنفالية، يعني احنا بنبتدي الشغل الساعة 8 بالليل ويعني نستمر للثانية 12 بالليل. هم بيهتموا اكتر يعني بيعجبهم وبيشاركهم في الحركه والموسيقى يعني حد من هنا بيلاقي النهارده التنوره التراثيه وهي شغاله، تاني يوم بيلاقي الجلابيه الصعيدي والعصايه ومشاركته، والتحطيب وبعضهم بيدخل والتحطيب. فعلا يعني السنه الماضيه والسنه دي من اكتر الحاجات اللي يعني بتجذب الجمهور هي الصور الفنيه اللي فيها كرنفال وفيها حركه وفيها الوان وفيها لغات متعددة. صحيح. يعني أنا متخيل ردود أفعال الحضور يعني وقت عرض الفرقة المتخصصة في الإيقاعات، تعرف المصريين يعني بصفة خاصة يعني عندهم سرعة تجاوب مع الإيقاع بالذات، يعني مع حاجة بالذات. على فكرة ده في الـ في الـ في الفرق الغناء الشعبي وفي فرق الفنون الشعبية وفي فرق الموسيقى العربية كمان، يعني حتى الإيقاع رتمه لما كان بيعلى واحنا موجودين في المسرح الروماني انا شفت يعني كل الطلبة قاموا وقفوا وبقوا يتحركوا مع بعض في حركة يعني بتتناغم مع الإيقاعات اللي كانت موجودة. بالنسبة للممشى انا لاحظت ان كل الناس كانت يعني سواء اللي عنده الجرأة ان هو يشترك معاهم ويدخل في الدائرة او اللي موجود برا مع اسرته مع اطفاله يمسكهم بايديهم ويقعدوا يلفوا، ده شيء كويس جدا يعني بيسعدنا ان احنا قدمنا لهم شيء، وان شاء الله يعني ما زلنا بنقدم ان شاء الله لغايه 21/8 باذن الله. الحقيقة برضو من ضمن الحاجات الحلوة جدا في النسخة الثانية من المهرجان الاهتمام الملحوظ بالطفل، فاكيد على صعيد وزاره الثقافه والعروض الفنيه المخصصه للطفل برضو اكيد كان في استحسان ملحوظ. طبعا فقره الساحر والاراجوز والبلياتش والحاجات ديت يعني بتستهوي الاطفال جامد، سواء في الرؤيه الفرجه او مشاركتهم او التقاط الصور التذكاريه معهم. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه كمان انا بشكر وزاره الشباب والرياضه طبعا على الملاعب المصغره اللي موجودة هنا للتنس والكرة الخماسية وللفولي، يعني فعلا يعني الطفل هيلاقي هنا متنفس جميل جدا يمارس فيه الرياضة ويشاهد فيه العروض الشيقة. جميل.
ايه اهم وابرز المفاجآت اللي هتحصل في الوقت المتبقي على انتهاء الفعاليات في النسخه الثانيه من العالم العربي؟ هو ان شاء الله احنا في يعني يعني انا كنت انا نفسي برنامج نقيمه على المسرح الروماني كان بالنسبه لي مفاجاه. يعني انا كان في لقاء مع احدى القنوات كنت سئلت يعني عن ايه تطلعاتك في المهرجان، فقلت لهم ان انا نفسي ان انا يعني اطلع بالفرق بتاعتي قبل مثلا على الارينا او على المسرح الروماني قبل حتى الفقره بتاعت الفنان الرئيسي او المشهور اللي بيجي يوم الخميس والجمعه، لان احنا بنشتغل اربع حد اثنين ثلاث اربع. فالحمد لله يعني كان في استجابه سريعه وكنا موجودين على المسرح الروماني. انا فوجئت بالاقبال الجماهيري اللي كان موجود وبالتفاعل وبالجمال بتاع المسرح والدقه في الاضاءه وفي الصوت والتناغم، والحمد لله احنا عندنا الفرقه كمان يعني في حركتها وفي زيها وفي وقفتها وفي ما تقدمه من فن كان جميل جدا. انا ان شاء الله يعني هتبقى مفاجاه ان يعني البرنامج يستكمل ببعض العروض اللي لدى وزاره الثقافه، ومنها عرض نوستالجيا 80 90 اللي بتقدمه وزاره الثقافه حاليا اللي بيعبر عن فنون وتراث الثمانينات والتسعينات من اغاني المسلسلات وتترات المسلسلات ومن اغاني الافلام. اضافه مهمه جدا والحقيقه يستحق عليها يعني التحيه والتقدير كل القائمين على العرض، ولا سيما زميلي وصديقي واخويا تامر عبد المنعم اللي عامل شغل ممتاز في هذا الاطار طبعا الحقيقة. فهو يعني مقدر له في الجدول ان شاء الله يوم 28 اغسطس، وفي كمان بعض العروض لفرق المواهب بالهيئه العامه لقصور الثقافه برضو اثناء الفتره ديت. كل دي مقدر لها ان شاء الله انها تكون مع الشركه المتحده على المسرح الروماني، واحنا مستعدين على فكره. يعني احنا لما ينطلب مننا النهارده فرقه بكره النهارده تكون موجوده باذن الله. موفقين يا رب في كل العروض القادمه باذن الله. بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. انا الاسعد اني اكون موجود مع الاستاذ كريم ومع القناه ومع الشركه المتحده ومع كل المنظمين، وشيء جميل جدا ان احنا كلنا نكون موجودين طبعا في مكان جميل ونسعد بيه ونفرح بيه. ويعني كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. احنا خلال لحظات من دلوقتي حضرات هينورني ويشرفني الاستاذ احمد بكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، اللي هيقول لنا بقى عن ايه اللي حاصل في هذا الاطار في النسخه الثانيه من كل حضراتكم من جديد. زي ما كنا بنتكلم في بداية حلقتنا النهاردة عن الزخم الكبير اللي بتشهده النسخة الثانية من مهرجان العالمين في كل الأنشطة الرياضية، هنركز في فقرتنا النهاردة على نوع مختلف من الأنشطة الرياضية، نوع ليه جمهور كبير جدا وهو الألعاب الترفيهية. ضيفي العزيز اللي منورني هو الأستاذ أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية. يا مساء الخيرات ومنور الدنيا. مساء الخيرات عليكم وعلى جميع المشاهدين. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. الألعاب الترفيهية في مدينة زي العالمين الجديدة أكيد يعني الوضع طاير. ده حدث مهم جدا، وان احنا واحد فخور ان هو موجود في مكان زي ده، مكان من فتره مش بعيده كان للاسف ما كانش حد بيقدر يمشي فيه، النهارده مكان عامل وجهه سياحيه كبيره لمصر طبعا. الحمد لله في بطوله ان شاء الله هيكون في بطوله ترفيهيه كبيره تليق بالعالمين. طيب يمكن مش كل الناس، انا عن نفسي عارف وكان ليا قبل كده شرف لقاء بحضرتك اكتر من مره، بس يمكن يبقى في بعض المشاهدين مش عارفين اصلا ان في اتحاد مصري للالعاب الترفيهيه، تقول لهم ايه الناس دول؟ الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه ده اتحاد بيضم اكتر من نشاط، زي الطاوله، زي الدومنه، زي الراكت، زي الكورف بول، زي الفوت فولي. الاتحاد ده معمول عشان الاهتمام بجميع فئات الشعب المصري، وكمان بالدمج المجتمعي ان فيه كمان رجال، سيدات، اطفال. فالاتحاد ده معمول لكل المصريين.
المتعاصفين زي ما احنا بنقول كده. طب انتوا بتوصلوا للمهارات الموجوده في الالعاب دي ازاي؟ يعني تعرف يعني بصفه خاصه الطاوله والدومينو، انت لو عديت قدام اي قهوه من قهاوي مصر هتطلع منتخب مستريح. بالظبط، مش كده برضه؟ بالظبط كده. ما تقليش عندكم صعوبه في ايجاد مهارات استثنائيه في الرياضات. لا طبعا الطاوله والدومينو انت عارف تعتبر اللعبه الشعبيه الاولى في مصر، ما فيش مكان لا يخلو من الطاوله والدومينو. حتى المسلسلات الافلام دايما لازم هتلاقي في حد بيلعب طاوله او دومينو، وزي ما احنا قلنا تقريبا تعتبر اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. احنا ان شاء الله الفتره الجايه احنا عملنا حاجه اسمها شبعك ملعبك، كانت طبعا كان تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه، ان احنا نزلنا للناس في اماكنها، عملنا لهم بطوله في الاماكن اللي هم موجودين فيهم، وان شاء الله في بطوله جايه باذن الله اسمها دوري القهاوي، دي هيكون هننزل على كل قهوه هناخد الابطال بتوعها فعلا باذن الله ان شاء الله. ده انا بقولها كده بشكل مجازي، ده طلع بجد حضرتك، ده بجد ان شاء الله باذن الله. هناخد الابطال من كل قهوه، هنعمل بطوله ان شاء الله ونسافر بيهم كاس العالم السنه الجايه باذن الله. باذن الله. الحقيقه النسخه دي من ضمن الحاجات اللي كل الناس خدت بالها منها، فكره تكاتف كل الاتحادات الرياضيه وتعاونها المثمر مع الشركه المتحده لاخراج فعاليات يعني تبسط كل الحاضرين. بالظبط. تقول لنا ايه في الاطار ده؟ طبعا دي طبعا دي تعاون كبير ما بين وزاره الشباب والرياضه والشركه المتحده، ان انت بتكون في فعاليات بتخاطب كل فئات الشعب المصري، كبار صغيرين اطفال نساء رجال، لان طبعا انت زي ما انت شايف العالمين بتضم زخم كبير جدا من الشعب المصري وفئات مختلفه، فطبعا احنا ان انت تبقى موجود وسطهم وتعمل لهم انشطه هم بيحبوها، وانشطه كمان ممكن انت كفافض عادي تقدر توصل لمنتخب مصر وتوصل كاس عالم، فطبعا هيبقى حدث كبير باذن الله ليك بالعالمين. مهرجان بحجم وبنوعية العالم عالمين، إلى أي درجة نقدر نقول إن هو هيبقى مفيد بالنسبة لحضراتكم في الاتحاد؟ طبعا مفيد جدا، لأن أنت المهرجان عالم عالمين كل الشعب المصري والشعب العربي وشعوب كمان خارجية كتير بتبص عليه. المهرجان دلوقتي يعتبر طبعا من أهم الأحداث الدولية اللي موجودة على المستوى الدولي. طبعا لما يكون في مسابقات زي كده طبعا الناس بتعرف في الاتحاد بشكل كبير، إن كمان إحنا عاملين السنة دي المسابقات كلها مؤهلة لكأس عالم، يعني الطاولة هتكون مؤهلة لكأس العالم أونلاين، الدومنة هتكون وهلال كاس العالم، الكوف بول هنكون اول مشاركه ليا. انا بحب بابريش، تخيلت ان هيجي عليا اليوم اللي اتكلم فيه على ان في كاس العالم للطاوله لا او بطوله افريقيا للدومينو، يعني جديده عليا الحقيقه. كاس عالم طبعا الالعاب دي تعتبر بابا من الالعاب الشعبيه برضه زي في بابا، وبعدين العاب كمان بتكون فيها نسبه ذكاء عاليه جدا ونسبه خطط، لان الطاوله والدومينو بيلعبوها بخطط واساليب كتير لعبه مختلفه، وفي ناس بتصنف دول زي مثلا انجلترا مصنفه الطاوله من اصعب الالعاب، اصعب من الشطرنج، لان زي ما انت عارف الطاوله فيها عامل خارجي الظهر طبعاً, طبعا انت بتحط الاستراتيجي بتاعتك مختلفه عن كل نشاط طبعاً. فطبعا احنا السنه دي موجودين ان شاء الله. كل اللعيبه بتوعنا بيقرصوا لا لا احنا عاملين كوبايه بقى عشان ما حدش يقصر عشان نفادي القصه دي كلها. طبعا بيبقى في دعم كبير جدا من وزاره الشباب والرياضه، دكتور اشرف صبحي، وكان مهتم جدا ان السنه دي البطولات الرسميه للاتحاد النهائيه اللي ختام الموسم تبقى موجوده في مهرجان زي العالم عالمين. جميل. اكيد انتوا في الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه اكيد عندكم رؤيه معينه لفكرة تطوير صناعة الترفيه في مصر بشكل عام. ايه تفاصيل الرؤيه دي؟ احنا الرؤيه بتاعتنا ان شاء الله ان احنا نبتدي نخاطب كل فئات الشعب المصري، ان احنا يبقى موجودين في كل مكان. طبعا زي ما انت عارف في انشطه مرتبطه ببعض العادات السيئه احنا الحمد لله قدرنا نحاربها، يعني احنا الحمد لله في الطاوله والدومينو مانعين التدخين بكل انواعه، وفي ناس بطلت التدخين بسبب ان هي تمارس النشاط وتمثل مصر، فده طبعا دي حاجه كويسه. طبعا دي حاجه كويسه. احنا الغرض طبعا ان احنا كمان نوصل لكل الفئات، يعني مش شرط ان انت تبقى بطل، لا ان احنا نوصل لك في الاماكن اللي انت موجود فيها تقدر تلعب نشاط على الاقل نشاط بدني لو بسيط يبتدي يساعدك بدل ما العادات سيئه كتير موجوده، وعلى الاقل حركه بسيطه تقدر تساعدك في حياتك العمليه. طب هي بشكل عام يعني ايه ابرز التحديات لصناعه الترفيه في مصر؟ ابرز التحديات بتكون الاماكن طبعا، لان انت الاماكن بس طبعا دلوقتي ابتدت تتوفر مكان زي العالمين موفر لنا مكان كبير جدا للترفيه. طبعا الشعب نفسه شويه في ناس لسه مش متقبله القصه ان في بطوله عالم والكلام ده كله، بس طبعا دلوقتي الحمد لله احنا بقى لنا الاتحاد دلوقتي بقى له 4 سنين الحمد لله، يعني واجه صعوبات كتير بس الحمد لله بدعم من وزاره الشباب والرياضه قدرنا نتغلب على صعوبات كتير. طيب ايه ابرز الفعاليات اللي حصلت واللي لسه هتحصل يعني في النسخة الثانية من العالم عالمين؟ في النسخة الثانية إن شاء الله إحنا الحدث اللي هيكون أكبر، إن إحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا عاملين يوم 7/8 بطولة مجمعة للطاولة والدومنة والراكت والكورف بول، دي هتكون مؤهلات لكأس العالم واختيار منتخب مصر في كل نشاط من الأنشطة دي. إحنا كمان عاملين فان زون موجودة للناس هيكون فيها فوت فولي، هيكون فيها حاجة اسمها هيومن فوتبول، دي لعبة جديدة لسه مدخلينها على أساس الناس تقدر تجربها وتلعبها، وإن شاء الله هيبقى بعد كده فيها منتخبات قومية ويبتدوا يشاركوا في المنتخبات.
ده الحدث الاكبر يعني الفتره الجايه. اوكي طبعا يعني حضرتك سيدي العارفين في اتحادات رياضيه مختلفه، وانا هنا مش بتكلم على الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه بس، يعني اتحادات مصريه لرياضات مختلفه بتعاني الحقيقه من ندره او انعدام وجود تمويل او دعم او سبونسرشيب لنشاطاتها والرياضه اللي هي مسؤوله عنها. انتوا بالنسبه لكم في الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه هل عندكم النوع ده من المشكلات؟ يعني زي ما بتواجه اتحادات تانية احنا مسمينها حتى اتحادات الرياضات الشهيده، لان اي اتحاد بالمقارنه بالاتحاد المصري لكره القدم يعني حجم الدعم ليه مش زي كره القدم، وحضرتك طبعا عارف الحكايه دي كويس. هو طبعا الدعم الاكبر بيبقى من وزاره الشباب والرياضه، يعني دكتور اشرف صبحي ما بيبخلش علينا من اي دعم مادي او معنوي حتى موجود. احنا برضه بنحاول ان احنا نروح للناس في اماكنها، يعني احنا برضه بنروح ننزل للناس في اماكنها، نبتدي يلعبوا النشاط بشكل مبسط، نبتدي نعمل بطولات بشكل مصغر شويه على اساس ان الناس تبتدي تتقبل القصه ونتغلب شويه على قصه التمويل. وان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله متوقع يكون في اكتر من سبونسر، وباذن الله دعم الدوله معانا طبعا كبير جدا، ان شاء الله يبقى في دعم كبير باذن الله. هل في مفاجآت معينه هنسعد بيها كلنا قبل انتهاء الفعاليات؟ ان شاء الله احنا في باذن الله احنا في بطوله دوليه ان شاء الله بنحاول ننظمها هنا في مصر للفوت فولي، نلحق ان شاء الله قبل انتهاء الفعاليات. مخاطبين الاتحاد الدولي وفي لجنه بشكل كبير شغاله على القصه دي، وباذن الله ممكن يبقى مفاجاه حلوه باذن الله. ان شاء الله. وحجم يعني حجم الاستحسان يعني لغايه دلوقتي من الناس اللي موجودين زوار ورواد العالم عالمين لكل الانشطه والفعاليات اللي حضراتكم شخصيا منظمينها، يعني الدنيا عامله ازاي؟ احنا طبعا في اقبال كبير على الانشطه. احنا اول ما نزلنا فتحنا باب الاشتراك، ناس كتير كده اشتركت عن طريق اللينك اللي احنا نزلناه. طبعا احنا كنا موجودين من كام يوم كده بشكل ترفيهي بشكل بسيط، وان شاء الله هنبتدي تواجد فعلي باذن الله من 7-8 لفتره كبيره باذن الله. ان شاء الله موفقين باذن الله. ان شاء الله وننتظرك يعني ان شاء الله تشارك معنا في بطوله الراكت باذن الله. كنت حضرتك بتقول لي من شويه كان الاستاذ احمد بيقول لي من شويه على موضوع الراكت، بقول له انا كراجل اسكندراني هشرفك ان شاء الله حضراتكم بالراكت عند السكندريين. ليه ده موروث عند الاسكندريين، موروث كبير جدا، ولعبه من الالعاب يعني القديمه جدا في مصر وليها شعبيه كبيره جدا في المدن الساحليه. صحيح. نورت الدنيا كلها. شكرا لك على وجودك معنا. شكرا جدا. شكرا لحضرتك. انا سعيد جدا بتواجدي في المدينه الرائعه دي، وان شاء الله بتمنى التوفيق للبعثه الاولمبيه والبقى الاولمبيه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خلونا بقى دلوقتي نروح لزميلتي العزيزه انجي يحيى اللي طبعا هنروح لها بعد ما نرجع مع حضراتكم من هذا الفاصل، ليها لقاء اجرته مع الاستاذه رشا توفيق المسؤوله عن بعض الفعاليات الرياضيه والترفيهيه في مهرجان العالمين، وحديث عن فعاليه الكره الشاطئيه. بالمناسبه بكرة إن شاء الله هنكون على موعد مع الجميلة شريهان أبو الحسن وسهرة خاصة جدا في حد النجوم هتنورنا في هذه السهرة الفنانة والنجمة الكبيرة حنان مطوع. أنا بشكركم على متابعتكم لينا وأسيبكم مع الزميلة الجميلة إنجي يحيى. أشوفكم على خير.
هنتكلم عن مهرجان العالمين، فهو مهرجان ترفيهي تثقيفي رياضي، ما بيقتصرش اطلاقا على تقديم وجه واحد بس من اوجه الترفيه او الابداع، لكن نقدر نقول كده انه مهرجان العالمين مهرجان شامل تقريبا في كل حاجه. يعني الحقيقه انه في مهرجان العالمين ما فيش اي نشاط تم الاغفال عنه، وكل الانشطه موجوده ومتواجده كمان بشكل كبير جدا في قائمه فعاليات المهرجان اللي اللي بيستمتع بيها، خاصة الجمهور المصري والعربي وكمان الجمهور اللي بيجي لنا من كل دول العالم. المسابقات الرياضية الحقيقة واحدة من أهم فعاليات المهرجان اللي بتشد الجماهير بشكل كبير جدا وبتشد الزوار بشكل كبير، وفي قلب الرياضات ديت هي الكرة الشاطئية، اللعبة اللي المصريين اتعرفوا عليها عن قرب وحبوها أكتر من خلال مهرجان العالمين. عشان كده كان مهم جدا 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 إن يكون لقائنا النهاردة بيتكلم عن كرة الطائرة الشاطئية مع أستاذة رشا توفيق، مدير رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤولة عن تنظيم فعالية الكرة الطائرة الشاطئية بالمهرجان. برحب بحضرتك أستاذة. أهلا بيكي. أهلا بيكي، إزيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله. أول مرة بتشاركي في مهرجان العالمين في النسخة دي؟ دي حقيقة، دي أول مرة أشترك فيه فعلا. السنة اللي فاتت طبعا يعني كنت بحضره زي الناس العادي، الجمهور وبشوف وكل ده، بس ما كنتش متخيلة بصراحة ان انا ممكن اكون موجودة هنا وموجودة بالطريقة دي. يعني يمكن تخيلت ان اكون موجودة زي الجمهور، اجي احضر اتفرج اشارك بالطريقة دي، لكن ما تخيلتش ان انا ممكن اشارك، ان اكون عندي الملاعب واعمل مسابقات واكون في اشتراك بالطريقه الفعاله دي. يعني كلميني عن علاقتك بالرياضه من البدايه كده، يعني كانت ايه علاقتك بالرياضه؟ ايه اللي خلاكي تشتغلي في المجال ده؟ والله علاقتي بالرياضه ابتدت وانا صغيره، انا بحب الرياضه جدا، لعبت كل حاجه ممكن تتخيليها، يمكن في لعبتين بس اللي استمريت فيهم شويه واخدت فيهم يعني ميداليات وشهادات تقديريه وكده، العاب قوى الجري، كنت متخصصه في الجري والهاندبول. هم دول اللعبتين اللي اقدر اقول ان انا استمريت فيهم لسن كبير يعني. لكن فضلت طول الوقت بحب الرياضه، ولادي وراهم في الرياضه، عندي ابني لعيب تنس، بنتي برضو كانت لعيبه تنس، وبعدين بعد كده قعدت فتره طويله جدا وقررت ارجع تاني للشغل. فلما قررت ارجع للشغل لقيت ان هو ده. قعدتي فتره قد ايه؟ عشان فتره طويله دي انا سمعت ان هي كانت عدد سنين كتير قوي قعدتيهم، صح؟ دي حقيقه. قعدتي قد ايه؟ يعني بصي انا بس مش عايزه اخد الناس، انا قعدت 20 سنه في البيت. لا احنا بنشجع الناس، يعني ده انا ما انا ده تشجيع لكل الستات بالزبط. اللي ممكن تكون فاكره ان هي خلاص قعدت في البيت وحياتها بقت مقتصره فقط على تربيه الولاد وان هي تكون ربه منزل. لا يعني زي ما قلنا من شويه It's never too late. It's never too late. والدليل هو أنا قعدت 20 سنة، جوزت خلفت ربيت ولادي لغاية ما كبروا واتطمنت عليهم، وبعد كده قررت أن أرجع للحياة العملية. ما تحكش عليكم، ما كنتش متخيلة أن أنا ممكن اوصل او انجح او اعمل حاجه. كنت متخيله ممكن توصلي للي انت وصلتي له النهارده؟ لا ما تخيلتش، ما انا ما اعرفش يعني، ما كنتش عارفه كده، بس اقدر اقول ان انا اشتغلت وكنت حابه اللي انا بعمله، وده اللي انا بقوله دايما، ان الواحد لازم يحب اللي بيعمله، وحتى لو اشتغل شويه حاجه ما بيحبهاش لغايه ما يوصل لانه يعمل الحاجه اللي بيحبها ويفضل وراها، وهو ده اللي حصل. وانا ابتديت شغلي اصلا يعني مش في مصر، مش في القاهره، مش في الساحل، انا ابتديت شغلي اصلا في الجونه. بداتي في الجونه الاول؟ ابتديت في الجونه في مجال الرياضه، وما كانش مثلا انا هنا شغاله في البيتش فولي، لا انا ابتديت هناك بالتنس، ملاعب تنس واكاديميه. عشان ابنك انت بتقولي ان ابنك عشان ابني كان لعيب تنس بالظبط، هو كان لعيب تنس تمام كويس. بعدين من هنا فكرت قلت ان انا ممكن فعلا ليه ما اشوفش التنس وادخل فيه قوي، وفي حاجات ما كانتش عجباني فقلت لا انا عايزه اعملها، فابتديت ادخل في موضوع التنس، ومن التنس اتنقلت لكره القدم، ومن كرة القدم اتنقلت للفولي والباسكت، وبعدين فجأة اتنقلت مهرجان العالمين.
فدي كانت نقله انا ما كنتش متخيله ان انا ممكن في يوم من الايام فعلا اوصل لهنا. يعني ما كنتيش متخيله ان الدنيا هتيجي بيكي من الجونه لحد العالمين. بس حاجه تستاهل يعني, فعلا الموضوع يستاهل, وما تاخرتش للحظه. بالعكس بالعكس, انا اول ما جت الفرصه لا انا عايزه اجي وعايزه اشتغل, وفكرت واعمل ايه, وحطيت بلان للصيف كلها, هعمل كام ايفنت, وعايزه اجيب قد ايه تيمز, واعمل ايه ممكن يفيد الناس. لان انا اقول لك حاجه انجي, انا مقتنعه جدا, وده اللي خلاني امشي في الحته دي قوي, حكايه الايفنتس والتورنمنت, ان انا عايزه اجمع الناس, بس عايزه اجمع الناس بطريقه مختلفه. مش لازم الناس تتجمع عشان خروجه او فرح او بارتي او سهر او كده. لا, على فكره التجميع بتاعت الرياضه اولا بيبقى فيها نوع من انواع الكومبيتيشن, الناس بتتعرف على بعض, ناس جديده بتتعرف على بعض, بيبقى فيها روح مختلفه تماما. فده كان هدفي, ومتهيألي يعني وصلت الى حد ما الحمد لله. وصلتي بشكل حلو جدا. واحكي لنا بقى على البلان اللي انت كنت بتتكلمي عليها. انت كنت بتقولي دلوقتي انه في بلان انت قعدتي اشتغلتي عليها لطول فتره الصيف او طول فتره المهرجان والايفنتس اللي هتتعمل والتورنمنتس اللي هتتعمل. احكي لي بقى عن الايفنتس اللي انت محضراها طول فتره المهرجان. اولا تحضير الايفنت ده كان بدايه تحضير الملاعب. الملاعب مش سهله خالص, انك تحضري الملاعب اخذت مننا تعب ووقت ومجهود, وتظبطش ونرجع نظبطها, والحمد لله وصلت تمام زي الفل. عندنا بدايه من يوم الجمعه الجايه 26/7 عندنا اول بطوله ان شاء الله. في فرق جايه كلها, فرق جامده جدا. اول بطوله لكره الطائره الشاطئيه, البيتش فولي بالظبط كده, هي دي الحته اللي انا ماسكاها. عندي فرق جايه, كله مستعد وكله جاهز. في عامله لهم برايزز حلوه قوي للاول والثاني والثالث. ممكن نتكلم عن قيمه المكافئات. الجائزه الاولى 15000 جنيه, والجائزه الثانيه 10000 جنيه, والجائزه الثالثه 5000 جنيه, وفي طبعا ميداليات. الاول ميداليات ذهبيه, والثاني فضيه, والثالث برونزيه. وفي بقى جيف اويز هتتوزع عليهم كلهم. طبعا انا مش عارفه ان كن ينفع اقول مين السبونسر الموجودين ولا لا, مش عارفه, بس هما يعني موجودين وهيوزعوا جيف اويز وهيوزعوا حاجات حلوه جدا. حكام جايين, حكام بروفيشنالز. يعني انا يوم متخيله يوم جميل. ده اول مره, اول بطوله يعني. البطوله الثانيه بقى هي الاقوى, اللي هي يوم 2/8 ان شاء الله. الاولانيه دي قلتي يوم 26/7 اللي هي الجمعه الجايه. تمام. البطوله اللي بعدها الاقوى دي هتكون يوم ايه؟ دي يوم 2/8. يوم 2/8 دي بقى هتبقى اولا هي بطوله 2 في 1, يعني هنعمل 2 في نفس الوقت, واحده للبروفيشنالز وواحده للاماترز. لان لما للهواه وللمحترفين بالظبط كده, لما بيلعبوا بعض بتبقى بصراحه الموضوع محبط جدا وما بيبقاش فيه فن. فقلنا لا, دول هيلعبوا مع بعض ودول هيلعبوا مع بعض. دي اول حاجه. تاني حاجه هيبقى عندنا 2 من اهم لاعبي كره الطايره او الفولي في مصر والوطن العربي وعالميا. ده ممكن اقول اساميهم اكيد, ممكن متهيألي. متحمسين ان احنا نعرف يعني. انا نفسي متحمسه اعرف مين هيبقى معانا. احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. الله. ان شاء الله. دي مفاجاه حلوه جدا. دي مفاجاه طبعا, مفاجأة حلوة جدا طبعا. هيبقى في فرصه الناس هتلعب معاهم وهتشوفهم يعني, وهيبقى ليهم, بيبقى ليهم برده وجودهم له كده طعم تاني يعني. أكيد. فعلا بيشجع الناس. ولسه ما خلصتش, لسه الايفنت ما خلصش, لسه المفاجات ما خلصتش. لا لسه عندنا رايزنج ستار هتيجي تغني يوميها ان شاء الله. نقول اسمها برضو. نقول اسمها برضو. يعني كنا عايزين تبقى مفاجاه, بس خلاص احنا قربنا بقى. هيبقى معانا نورينا بوساده. الله. نورينا بوساده مغنيه شابه لسه طالعه, هي ترندنج قوي اليومين دول. مش عارفه ينفع اقول الاغنيه بتاعتها ولا لا برضو. قولي اسم الاغنيه. اللي هي الاغنيه بتاعت بس باصه. الناس كلها عارفاها يعني, ترند على السوشيال ميديا بشكل مش طبيعي. مش دي هتكون موجوده طبعا, دي هتكون موجوده, هتعمل جو لطيف جدا جداً. للبطوله محضرين يعني العرض بطريقه لطيفه وكده. طبعا الجوائز برضو يوميها جوائز كبيره. عندنا اول جايزه هتبقى للفريق الاول, هيكسب 2 نايتس بيد اند بريكفاست. مش عارفه اقول اسم الاوتيل ولا لا. بلاش اسم الاوتيل. قلنا اسامي كتير النهارده. حلو هنا في نيو عالمين خلاص. وفاوتشرز من برضو يعني ماركه رياضيه.
والجائزه الثانيه هتبقى 10,000 وفاوتشرز من ماركه نفس الماركه الرياضيه، والثالث 5,000 ومعاه برضو فاوتشر معاه تيشرتات من الماركه ديت، غير الميداليات، غير الكاس للاول ان شاء الله. ده غير الكاس للمركز الاول. كلميني عن المشاركين، هل المشاركين كلهم من مصر ولا هل في مشاركين اجانب؟ لا هم كلهم من مصر، كلهم يعني من مصر. المره دي كلهم من مصر. السنه اللي فاتت كان في بيتش فولي تورنمنت اللي هي بتاعه البرو بتاعه كانت ديت انترناشونال 1، بس لا السنه دي كلهم محليين. يعني انت قلتي ان في فرق او في بطوله للهواء او في جزء للهواء. الهواء بمعنى انه هل في فريق او مجموعه معينه بييجوا يقرروا ان هم هيلعبوا، ممكن يكونوا مش عارفين بعض وانتوا بتنظموا ده، ولا هم بيكونوا جايين كمجموعه مع بعض؟ لا هم عامه بيبقوا جايين مجموعه مع بعض. اللذيذ في كده كمان ان انا مثلا عندي فريق اب وبناته الاثنين بيلعبوا فولي، فهو هيشترك. فهي الحلاوه في كده ان هي فيها كده فاهمه فاميلي، روح العيله، يعني ان ممكن عيله تيجي تلعب، ممكن اصحاب يجوا يلعبوا، ممكن كرو بتاع اون ممكن يعني ميعادنا يوم 6/8 2/8 يعني كرو اون، كلنا متجمعين هنروح نجرب حظنا. هو بالزبط. هو كلنا بالظبط، والله هتنبسطوا جدا، يا ريت تيجوا، يمكن تيجي معانا ونكسب جايزه من الجوائز. انا امبارح كنت قاعده كنا قاعدين كلنا مع بعض، في كذا حد من الموجودين من المشاركين في المهرجان قعدنا نتكلم عن البطوله، فكذا حد قالوا ايه ده الله، طب احنا عايزين ما تيجي تلعب وانت فلان. هنكلم. يعني هي دي حلاوه البيتش فولي، ان هي لعبه صيفيه وممكن ممكن اي حد يلعبها، واللي هو في اي وقت يلا ما تيجي نقوم نلعب يعني كده بس. يعني هي الموضوع كده يلا نقوم نلعب بس. دايما بنشوفها على اي شاطئ لما دايما بنبقى متواجدين في اي مصيف، وخاصه هنا في العلمين او في الساحل الشمالي، دايما بنلاقي على الشواطئ مكان مخصص، تلاقي شبكه للبيتش فولي وكوره وخلاص. ده وبعدين ما فيهاش اي حاجه، وقعتي ما وقعتي انت على الرمله عادي. احنا اصلا بالزبط. مليانين رمله كده، تنطي في البحر عادي. بالظبط. طب احكي لي، طيب البطولات دي هيكون في مكان للمشاهدين او المتفرجين ولا مش هيكون في مكان؟ هو ما فيش مدرجات، لكن هو المكان واسع. في كراسي كتير، في بين باجز، يعني في رمله الناس ممكن تقعد على الرمله، في طبعا عاملين شيتس كتيره، يعني شماس كتيره موجوده، مظلات كتيرة موجودة، في أصلا فود كورت هناك، في تواليتات، يعني المكان كله. احكي المكان ده فين؟ ده في مدينة الألعاب؟ ده في الفيستيف اريا بالظبط، في مدينة الألعاب اللي هي أمام الأبراج الشاطئية. اللي هي فيها كل الرياضات، اللي فيها البادل، اللي فيها الباسكت، اللي فيها السوكر، اللي فيها لعب الأطفال، في كمان هناك المسرح اللي هيتعمل فيه المسرحيات، فاللي هو اسمه الممشى الرياضي أو الممشى السياحي. يعني الممشى السياحي ده اللي على الساحل على طول، بالظبط بالظبط بالظبط. المكان هناك الحقيقه رائع، ومش بس بيضم لعبه كره الطايره الشاطئيه، في اماكن مخصصه لكل حاجة، والبادل، كوره، باسكت، كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده. يعني اي حد ممكن يروح هناك هينبسط، هيلاقي كل واحد في العيله هيلاقي حاجه يعملها هناك. لعبه الكره الشاطئيه بيطلق عليها لقب الرياضه العائليه. شايفه اللقب ده جه ازاي؟ زي ما قلنا جه ازاي، جه ان بيبقى العيله قاعدين على البحر عادي جدا، وبيقوموا يلا نقوم نلعب. يعني انا مره افتكر ان انا كنت عامله بيتش فولي في الجونه، ما كانتش هنا يعني، فالبطوله لغاية يوم البطولة الصبح مثلا أنا ما كانش عندي غير 4 فرق، فاللي هو وخلاص أنا لازم أعملها، أنا متفقة وهعملها 4 فرق الصبح بس. كل اللي قاعدين على البحر لما سمعوا في المايك بقى يلا بيتش فولي تورنمنت، كله قام ولعب. بقى كان عندي 4، بقينا 10 فرق، فما فيش النو تايم. فهي اللعبة في كده، إنك بتبقي قاعدة على البحر عادي جدا، وبعد كده فجأة تقومي تقولي يلا نلعب، بتلاقي ناس بتلعب، بتروحي قايمه تلعبي معاهم. فهي عشان كده لعبه عائليه وصيفيه. لعبه جميلة جدا، وكلنا متحمسين، وزي ما قلت لك خلاص ميعادنا مع بعض 2/8 مستنياكم. الفريق بتاعكم خلاص، فريق اون كله، كرو اون كله هيشارك في لعبه كره الطايره الشاطئيه، ولن أتنازل. وهنكسب كل الهواة اللي هيكونوا أيوة. موجودين الهواة، شايفه الهواة دي حطيه تحتها بس 100 خط. خلاص على ميعادنا ان شاء الله. بشكرك شاء الله. شكرا جزيلا استاذه رشا توفيق، كنت منورانا النهارده واستمتعنا جدا بالحديث معاكي. ميرسي ليكي، اتشرفت بيكي. شكرا لحضرتك. مشاهدينا دي كانت فقره من فقراتنا، لسه فقراتنا ما انتهتش، اشوفكم في فقره جديده من فقرات برنامج من العالمين.